إذا أردتنا نرزق من غير حساب، إن أردت البركة في المال والعيال والأحوال والرجال والأقوات، بلاش عادة، بلاش كل حاجة حسابات عشان ما تموتش بدري وتضيع البركة من رزقك. إيه موانع البركة يا أولاد؟ الذنوب. إيه موانع البركة يا ابني؟ القلق، الخوف من بكرة يمنع البركة. ليه؟ لأن ربنا قال ولو أن أهل القرى إيه؟ آمنوا يبقى مصدقين، اتقوا وبعدوا عن الذنوب. إيه موانع البركة يا ابني؟ الشك والذنب، القلق على بكرة، والاقتراء على حدود الله. إذا عرفت تربط دول ووثقت فينا، وثقت في الرزق، وثقت في الرزاق، وثقت في قدرة الله، وثقت في وعد الله، لن تضام أبدا وترزق من غير حساب. يروي جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم. رواه مسلم. هديك ضيعت المد بالعد. فيقول فما زال يأكل منه وزوجه وضيفه حتى كاله. اربط لي على كاله دي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم. اللي يعد ويحسب لها، حديث ده بيعلمك كده، ما تعيش معانا بدائرة الحساب. ومن رام أجر البر منا ولم يرى فعال مريد، ضيع الورد بالعد، ضيع المد بالعد. يبقى عنوان الدرس ايه؟ ما تضيعوش المد بالعد عشان يديك من غير عد. البخل ايه؟ حجاب البركة. وبالبخل تقطع ما يفاض من المد، لان انت طالما بخلت باللي عندك حرمت نفسك من اللي عنده. والبخل علامة انك مش مصدق فينا، والبخل علامة انك مش ما عندكش ثقة في المعطي. اتعلمنا نكرم الضيف، اتعلمنا ما نحسب لهاش ونسيبها لله، اتعلمنا ما نقترأش على الذنوب، نخلي بالنا من مجاهدة النفس في البخل.